انا منعت اولادي من الكعك وحلو العيد حزنا على فلسطين. هل هذا اعتراض على امر الله عز وجل في فرحه العيد؟ لا، هو الحق ان انا اقول فلسطين ابتداء، اهل غزه ابتداء بما فيهم من الضنك والبلاء لابد ان يخرجوا يوم العيد يظهروا الفرح، لان اظهار الفرح ده تعبد للعباده، عباده هم مطالبون بها ونحن مطالبون بها. الفرح والسرور ليس لانفسنا، هذا تعبد لله جل في علاه. فاخواننا في غزه يخرجون، يتاكد عليهم ان يخرجوا وان يصلوا العيد وان يكبروا ويكثروا من سواد انفسهم، ولترى الدنيا باسرها انهم مع الضنك والبلاء الذي فيه اللهم ارفع عنهم رب العالمين اظهروا التعبد لله بالفرح والسرور. وهذا تغيظا لمن؟ لليهود. اصلا تغيظ اهل الكفر دين دين الله به، عباده، انك تغيظ اهل الكفر وتغيظ الشيطان معهم عباده. مشي ابو دجانه فيها شيء من الكبر والتبختر، يعني بان الصفا معه السيف وكان ربط عصابه الموت العصابه الحمراء، فنظر النبي تعجب لمشيه ابي دجانه فقال ان هذه مشيه يبغضها الله الا في هذا الموقف، يعني في هذا الموقف يحبها الله جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رمل عشان يغيظ اهل الكفر، لما قال اتاكم اناس وهنتهم حمى يثرب. فاخواننا في غزه اول الناس خروجا، انا ناديهم هو لو توصلوا لهم الفتوى دي مهمه جدا. هم الله يرفع عنهم يا رب، الله يرفع عنهم وينصرهم نصرا مؤزرا. يتاكد عليهم ان يخرجوا وان يظهروا الفرح والسرور وان يكبروا لله جل في علاه، والحيض يخرجن وزوات الخدور ويعتزل حيض المصلي.